أحسن الله إليكم. هذا عبد الله من جدة يقول: إن الغلو في القبور بشتى صوره وأنواعه قد عم في بعض البلاد الإسلامية، فما هو توجيهكم لذلك؟ توجيهنا بذلك أن يهتم العلماء بنشر التوحيد والعقيدة الصحيحة، وأن يحذروا من الشرك وأنواعه وأسبابه، ويكون هناك دعوة صحيحة إلى هذا الأمر، لأن كثيرا من الدعاة لا يهتمون بأمر العقيدة ولا بأمر، يرون الناس على الشرك ولا يهتمون بذلك، إنما يهتمون بأمور جانبية. فيجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالعقيدة، وكذلك الأنبياء من قبله أول ما يبدأون بالأمر الناس بالعقيدة وينهونهم عن الشرك، ثم بعد ذلك يأمرونهم ببقية أوامر الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فبدأ بالتوحيد والعقيدة قبل كل شيء، وهم أهل كتاب، ففيه دليل على أن علماء الضلال يدعون إلى التوحيد، علماء الضلال يدعون إلى التوحيد، فكيف بالعوام؟ نعم.